في المرحلة الثانوية كان فيه يعني إشكال موضوع الصلاة وما الصلاة، بعض الطلاب يطلع قبل الصلاة ويروح. فأنا أذكر ذاك المعلم اللي الله يجزاه خير ويبيض وجهه، اللي كيف عالج المشكلة طريقة كذا إحنا ما حسبنا حسابها. يعني هو لو دخل الفصل وقال أنا اكتشفت المدرسة هذه عندكم مشكلة من ناحية الصلاة ومدري إيش ومدري الكلام، لا ما استخدم الأسلوب ذا كله. ثم ثاني شيء حاجة في نفسه يبغى يوصلها من ناحية أن أهمية الصلاة مكانتها، وكيف أن الإنسان إذا حافظ على الصلاة توفق في الدنيا، وهذا الأمر المفصلي، وهذا يعني الشيء اللي ما يترك، هذا الأمر العظيم. فيقول موضوع المدرسة وكذا هذا ما طرق له من ناحية الكلام. جاء طال عمرك دخل قال يا جماعة الخير اليوم ما في شرح، ما أنا قايل لكم شرح ولا موضوع كذا ولا درس كذا، أنا شفت مقطع في اليوتيوب أثر فيني. يعني شوفوا هو الآن خاطبهم خطاب الخوي الأخوية، ما في خطاب المعلم اللي لازم تشوفونه بالغصب وعطوني منه الفوائد والدرر، لا لا، قال أنا شفت مقطع أثر فيني، تسمحوا لي أشغله ونشوفه مرة ثانية مع بعض. أسلوب تشويقي بقى. أسلوب تشويقي، كل الطلاب مجذبين يشوفون ذا المقطع. فتح المقطع الفيديو كان عن الصلاة، خلص من المقطع، وش رأيكم الشباب في المقطع؟ الكل بدأ يشارك، في طلاب تأثروا، في طلاب ليومك ذا الجميع يشكره ويثني عليه، وكان فعلا تأثير قوي من ناحية أن الجميع يحافظ ويخشع في صلاته بسبب المقطع الفيديو بصورة غير مباشرة. يعني المواقف اللي ذكرتها أنتم كل هذه والأشياء تدل فعلا على أن الإنسان اللي بيزرع له بذرة خير في الحياة هي والله الشيء اللي بيلقاه في الدنيا قبل الآخرة. وهنيئا له إذا جاء والله يوم القيامة ولقى جبال من الحسنات كلها بسبب كلمة أوصى بها طفل، ولا علمها صورة، ولا علمها ذكر، ولا دلها على فعل الخير، ولا فعلا احتواه وكان مثل الأب. يعني يا أخي إذا هو يعيش عندك الساعات الطوال دي يعني علي يا أبو حمود اللي ما يبقى خاصة المعلمين.